أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الأوضاع الإنسانية والصحية في اليمن. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 8 من كل 10 يمنيون يعيشون على المساعدة، وأن 7 من كل 10 لا يمكنهم الوصول للرعاية الصحية. أضافت اللجنة أن 6 من كل 10 لا يحصلون على مياه نظيفة للشرب، وأن 2 من كل 10 بحاجة ماسة إلى المأوى. ووصفت المنظمة الأممية الوضع في اليمن بالكارثة الإنسانية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقش في محورين: إلى متى سيظل اليمنيون يعيشون على ما يصل إليهم من مساعدات إنسانية؟ وهل ما يصل يتناسب مع حجم الاحتياجات؟ كارثة إنسانية مستمرة في اليمن التي ترزح تحت وطأة الصراعات منذ أكثر من 5 سنوات، وقد أدت هذه الصراعات إلى فقدان الكثير من اليمنيين لمصادر رزقهم واضطرارهم للعيش على المساعدات الإنسانية. فوفق تغريدة للجنة الدولية للصليب الأحمر بتويتر، فإن 8 من كل 10 يمنيين يعيشون على المساعدات الدولية بسبب الحرب المستمرة دون توقف، والتي أنتجت أزمة غذائية خانقة. لا يقتصر الأمر على المساعدات، بل يسري أيضاً على المنظومة الصحية، حيث ذكرت اللجنة الدولية للصليب عدم قدرة 7 من كل 10 يمنيين الوصول إلى أي رعاية صحية في ظل التدمير الذي طال البنى التحتية للمؤسسات الصحية وفقدان الكثير من العاملين فيها لرواتبهم. وبحسب إفادة المنظمة الدولية، فإن الكارثة الإنسانية طالت المياه في اليمن، حيث يعاني 6 من كل 10 أشخاص صعوبة الحصول على مياه نظيفة وآمنة. تبدو الكارثة أكثر خطورة في عدم قدرة بعض اليمنيين على الحصول على مكان يعيشون فيه، حيث يؤكد الصليب الأحمر على حاجة 2 من كل 10 أشخاص بشكل ماس إلى المأوى. تجمع المنظمات الدولية على أن اليمن تعيش كارثة إنسانية تصل إلى حد تقليص اليمنيين عدد وجباتهم خوفاً من عدم الحصول عليها في اليوم التالي، لكن جهود تلك المنظمات لا تتجاوز حدود الدعم المالي المحدود، والذي يذهب بعضه إلى أيادي الميليشيا الحوثية. وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة، وينضم إلينا من العاصمة المقطعة عدن المنسق العام للإغاثة جمال بلفقيه، وأيضا وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي. أبدأ مع الأستاذ جمال بلفقيه. أستاذ جمال، الصليب الأحمر يقول أن 80% من اليمنيين يعيشون على المساعدات، و70% يحتاجون أو لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية، و6 من 10 أو 60% يمكن القول لا يحصلون على مياه نظيفة للشرب، و20% بدون مأوى. أنتم في اللجنة العليا للإغاثة، ما هي الأرقام لديكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر قناة سيل. الحقيقة عندما نحن نتحدث عن تقارير الأمم المتحدة بما تعمل التقارير في نهاية كل سنة لخطط الاستجابة القادمة، وهنا نحن في ظل التحضيرات في خطط الاستجابة 2020. طبعا احنا انا كنت اتمنى من التقارير الأمم المتحدة ان يتحولوا من عملية التقارير لعملية المعارك الحقيقية في ايصال المساعدات وتنفيذ خطة الاستجابة التي تمت خلال الفترة القادمة. نحن في خلال خطة الاستجابة 2019 طبعا نفس التقرير او بزيادة شوية او اقل منه شوية، نفس الكلام نفس الحديث. فعلا الشعب اليمني بحاجة للغذاء، حتى لا يحتاج يكون في مسخ وتتصل في الملايين من اجل المسوحات. ف 27 مليون و 23 مليون، لو فرضنا ان يكون 30 مليون يمني بحاجه للغذاء، ف 7 مليون مختلف والبقيه بحاجه للغذاء، ولهذا قبل عدم صرف المصاريف الكامله فالشعب اليمني كله بحاجه للغذاء. لكن الحقيقه عندما ننظر في خطه استجابه 2019 اللي هي كانت تمثل في 5 اهداف حقيقيه اللي هم اعلنوها، وهي مساعدات ملايين السكان من التغلب من الجوع، كذلك البند الثاني وهو الحد من تفشي الامراض الكوليرا والامراض المعديه، والثالث وهي تعزيز كرامه النازح، والرابع وهو التقليل من مخاطر النزوح، والخامس وهو قدره مؤسسات الدوله للخدمات الانسانيه وكذلك لمساعدتهم في عمليه
النهوض بهذه المؤسسات لتوفير الغذاء لليمنيين. الحقيقة هذه الأهداف اللي هم كانوا تحدثوها لم نرها على الأرض الواقع. نحن نتمنى في خطة استجابة 2020 أن فعلا يكون في اللجنة العليا للإغاثة والحكومة اليمنية عندها المساحة الكافية يعني متوازية مع جلب الأموال للمانحين للمنظمات الدولية، يعني يكون يد طولة في عملية التنسيق لإيصال المساعدات لجميع أنحاء الوطن. طيب سعود، لأسألك، ما الذي يترتب عليه عدم أو أن الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة ليست لها اليد الطولة في توزيع المساعدات؟ أرحب بالدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة. هذه الحلقة دكتور علي مخصصة للحديث عن الأوضاع الصحية والإنسانية. لو حاولنا أن نقيم الوضع الصحي اليوم في اليمن. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكركم وأشكر الأخوان القائمين على قناة بلقيس لتغطيتهم لهذا الحدث. استمعت من خلال حديثكم على التقرير الذي رفع من شركائنا من الصليب الأحمر فيما يتعلق على الشق الآخر فيما يتعلق بالقطاع الصحي. البيانات الذي رفعت أو التقرير الذي رفع نحن لا نعلم عنه شيء، ولم نرفع نحن كوزارة الصحة العامة والسكان بما يتعلق بموضوع الرعاية الصحية الأولية الذي تحدثوا عنها. أحب أن أنبه من خلالكم من خلال قناتكم أنه مرتبات القطاع الصحي في الجمهورية اليمنية بشكل عام جميع محافظات الجمهورية بما فيها المناطق التي تخضع لميليشيا الانقلاب، الجميع بيستلموا مرتباتهم من شهر يناير، بيستلموا مرتباتهم وآخرها كان الأسبوع الماضي تم صرف مرتبات شهر أكتوبر، والآن إن شاء الله نوفمبر وديسمبر خلال الأيام القادمة إن شاء الله تصلهم. الجميع بيستلم مرتب، هم تحدثوا أنه بدون مرتبات وأنه المرافق الصحية وغيرها. حقيقة كثير من المرافق الصحية تعرض لتدمير وبعضها جزء من التدمير فيه، لكن المرافق الكوادر الصحية تقوم بدورها في كل محافظات الجمهورية وعلى وجه الخصوص محافظات التي تخضع للسلطة الشرعية. هناك تواصل مستمر بيننا ومع مدراء مكاتب الصحة في هذه المحافظات والمرافق الصحية والمستشفيات برغم الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلد بشكل عام. المناطق الأخرى التي تخضع للميليشيا الانقلاب نحن تواصلنا مستمر مع شركائنا من منظمة الصحة العالمية على وجه الخصوص وكثير من المنظمات الأمم المتحدة التي التزامات الطبية توصل لهذه المرافق، المرتبات توصل، الحوافز توصل لهذه المرافق سواء عبر الشركاء أنا من منظمة الصحة العالمية بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. جهود مستمرة، لم نبلغ عن أنه مرتق صحي تم إقلاقه خلال هذه الفترة القليلة الماضية خلال العام مثلا 2019 أو أنه أي مركز صحي أو مستشفى في شحة في بعض الأدوية وبعض المستلزمات الطبية، لكن نحن مع شركائنا من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية استطعنا أن نوصل محل القصير الكلوي وكل المراكز استوعبنا فيها المراكز صنعاء والحديدة وحجة دمار وإب بالإضافة إلى المرافق التي تخضع للسلطات الشرعية، مؤسسة صحية تحت رعاية مع الوزير الدكتور ناصر محسن باقم وبإشراف من دولة رئيس الوزراء وبرعاية كريمة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية. نوصل كل الأدوية والمستلزمات الطبية لكل بقعة لكل أرض من الأراضي اليمنية، لا نفرق بين منطقة تخضع لسلطة فلان أو منطقة، نحن عملنا إنسان في هذه المناطق. نوصل كل الأدوية والمستلزمات الطبية لكل المرافق ولكل المناطق. مشكلتنا مع قائمين على المؤسسة الصحية القيادة الذي موجودين هناك في المؤسسين التصميمين على قيادة الوزارة، لكن نحن عملنا نوصل الأدوية والمستلزمات وخصوصا أدوية الأورام أدوية الأمراض الدم لهذه المرافق عبر مكتب منظمة الصحة العالمية في بلادنا وبدعم من مركز الملك سلمان. الأرقام التي يتحدث عنها الصليب الأحمر حقيقة تفاجأت فيها، لأنه نحن أيضا الصليب الأحمر لم يبلغونا أو يرفعوا لنا هذا التقرير أو أنه نحن أو شركائنا من منظمة الصحة العالمية أو اليونسف أو غيرها من المنظمات دائما وأبدا على تواصل مستمر ولقاءاتنا بشكل يومي ومتواصل، ما وصلنا أي تقرير من قبلهم ولا نحن كوزارة رفعنا هذا التقرير. لا أدري كيف. طيب ما هي الأرقام لديكم؟ هم يقولون أن 70% من اليمنيين لا يمكنهم الوصول إلى الرعاية الصحية، ما بالك بالحصول عليها؟ الرعاية الصحية الأولية توصل لكل المرافق، نحن المستشفيات والمراكز الصحية اللي موجودة في عواصم المحافظات أو المدير توصلها، المستوى الثاني توصلها للرعاية الصحية الثانوية. الآن نحن أيضا مع شركائنا من المنظمة المتحدة سواء يونسف أو منظمة الصحة العالمية أو غيرها، المناطق التي لم توصلها الذي هم بعيدين عن المراكز المديرية قمنا
عمل عربات موبايل كلينك مع شركاء لتوصيل الأدوية والمستلزمات للنازحين أو على للقرى أو المراكز أو المرافق الصحية توصلها بشكل مستمر. ووصلنا أيضا مع بعض المناطق التي لم توصل لها الخدمات في الشراكة مع منظمة الصحة العالمية أنه يعطوا مبلغ معين للمريض أو لمرافق المريض إذا بينتقل إلى من المركز إلى المستشفى المديرية المستشفى الريفي أو المستشفى العام أو لمستشفى المحافظة. وهناك جهود مستمرة في هذا الاتجاه. كل كوادر الصحة، مكاتب الصحة، السلطات المحلية في تواصل مستمر وفي حلقة مستمرة بيننا نحن، في غرفة عمليات مشتركة فيما بيننا فيما يتعلق بالأوبئة التي انتشرت مؤخرا سواء حمى الضنك أو بعض الإنفلونزا الموسمية. لكن جهود كبيرة تبذل رغم الشحة ورغم التحديات اللي تواجهنا في المؤسسة الصحية ذات الوزارة، لكن في تواصل مستمر وفي حلقة موجودة بيننا وبين السلطات المحلية ومكاتب الصحة في المحافظات والمديريات والمراكز الصحية، والأمور إن شاء الله نعمل أنها تكون إلى أحسن في العام القادم. طبعا أنا نعمل، لكن يبدو الآن أنه مع انتشار الجائحة الموجودة الآن H1N1 وغيرها يبدو أن الأوضاع سيئة. سأعود لتناقش معك في ذلك دكتور علي. أعود للأستاذ جمال بلفقي. يبدو أن الأرقام تذهب نحو الأسوأ، هناك ازدياد في الاحتياج بالنسبة لليمنيين، الوضع أسوأ من عام إلى آخر. لماذا قلت أنه ربما إذا كانت للحكومة اليد الطولة ربما نشهد تحسن في الحالة الإنسانية والصحية؟ وما الذي يمنع أن يكون للحكومة اليد الطولة في هذا الملف؟ طبعا أول حاجة وجود المكاتب الرئيسية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في صنعاء بعيدة عن الحكومة اليمنية التي ممكن توجههم في المناطق عبر 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 المواني اللي هي تحت سيطرة الشرعية، اللي هي موجود حوالي 22 منفذ ممكن تصل إليها العمل الإنساني الإغاثي من خلالها عبر شركائنا في منظمات المجتمع المدني الذي يمكن توصل إليها الإغاثة في جميع أنحاء الجمهورية عبر المنافذ التي هي متواجدة حاليا. حوالي 80% من عمل الإنسان الإغاثي يروح عبر مينا الحديدة. طبعا نحن نتحدث دائما المنظمات الدولية خاصة في الأوان الأخيرة أن توجد انتهاكات، توجد عراقيل إيصال الإغاثة إلى المناطق التي تحت سيطرة الحوثي وتم عدم إيصال المساعدات إليهم بشكل كبير. ولهذا يكون بعض الأمم المتحدة لا تستطيع أن توصل لجميع المواطنين في المناطق التي هي محاصرة، ولهذا يعني يبقى كثير من اليمنيين يعني لا يفتقدون من الغذاء وكذلك من الماء. كذلك عندما نتحدث عن على النازحين لا توجد من طرق آمنة بحيث أن النازح يكون موجود، وكذلك الوضع لهم يعني مخيمات توضع فيها جميع احتياجات النازح ويعيش فعلا بكرامة حسب الأهداف الموجودة في 2019. نحن دائما عندما يكون في تقرير موجود يجب نحن نقيم ما تنفذ في الفترات السابقة على الأقل لنعرف ما هي الإخفاقات وما هي كيف المعالجات الحقيقية. طبعا كذلك عندما يتم طلب المساعدات وخطط الاستجابة فخامة الرئيس عبد المنصور هادي رئيس الوزراء ورئيس اللجنة للإغاثة وجميع اليمنيين يسعوا لحشد الجهود لإيصال الأموال للمنظمات الدولية التي تقوم بمساعدة الشعب اليمني. لكن عندما توصل الأموال إليهم يتم التنسيق عبر شركاء لهم في المناطق في صنعاء حين تكون موالين الحوثي. اللجنة العليا للإغاثة في المنطقة الشرعية هي بعيدة بشكل كل البعد، إنما بشكل شكلي قد يكون بعض الحاجة في أشياء كثيرة أشياء معينة. لكن نحن نتمنى يعني حتى في عملية تسيير عمل إنساني والإغاثي تحدث رئيس الوزراء في حصص 2019 أن يجب أن تكون الأموال التي تتدفق للمنظمات الدولية تأتي للبنك المركزي لرفع حتى العملة ومساعدة تحسين العملة وتحسين المعيشة في داخل المناطق المحررة. أشياء كثيرة يجب التنسيق مع الحكومة اليمنية ومع مكتب التخطيط من أجل ترتيب العمل الإنساني الإغاثي وتغيير مساره لضمان أصوله وبيان الأثر. نحن نتكلم على بيان الأثر. إذا كان كل خطة استجابة في خطة في السنوات الماضية والسنوات القادمة لم تأتي بعملية تخفيف العمل الإنساني الإغاثي بالمليارات اللي مرت، فكيف تخفف الأمراض في المرات القادمة؟
هذا نحن نتحدث نحن عملية منطقية. كذلك خطة استجابة عندما تطلب، طلبت في 2019 4 مليار 200 مليون، وأعتقد أن في خطة استجابة 2020 طالبين 6 مليار. عندما تأتي الأموال، عندما يتحدثوا عن 23 مليون يحتاج للغذاء، فهم توصلهم حوالي نصف المبلغ هذا، فمعناته لن تصل جميع اليمنيين بشكل منطقي، لأن لا توصل لإغاثة، إلى جانب ما يستخدم في الأموال اللي هي في الميزانية التشغيلية. طبعا العمل الإنسان الإغاثي فعلا نحتاج في عمل جاد من أجل هذا الموضوع، ولازم فيه تركيز، ولازم يكون في اتفاق وفي تعاون مشترك بكل الجهات الموجودة في اليمن، بالذات في المناطق اللي تحت الشرعية، الذي هم بحتاج كيف تنظيم العمل الإنساني الغادي لضمان وصولها لجميع أبناء الوطن وجميع المناطق في اليمن. طيب سأعود لك أستاذ علي. دكتور علي، الآن الحدث ربما الأبرز والحالة الخوف عند الناس من انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير H1N1 مرة أخرى، ما تقييمكم للوضع؟ فيما يتعلق بانتشار فيروسات الموسمية، كان لنا لقاء يوم أمس مع خبراء من شركائنا من منظمة الصحة العالمية في هذا الاتجاه. طبعا نحن في بلادنا حتى اللحظة لا يوجد لدينا محاليل من أجل نؤكد أنه فيروس إنفلونزا الخنازير أو أنه فيروسات موسمية. نحن نتعامل مع كل الحالات أنها suspected cases، حالات مشتبهة، لكن لم نؤكد أي حالة أنها إنفلونزا الخنازير. فطلبنا من شركائنا توفير المحاليل والأجهزة من أجل فحص العينات بعد ذلك لنقول انه انفلونزا الخنازير او انها من ضمن الانفلونزا الموسميه التي هي تنتشر عاده في فصل الخريف وفصل الشتاء، والذي صرح الى جهات اخرى لا تمثل وزاره الصحه العامه والسكان بانه في انفلونزا الخنازير منتشره. نحن نقول انها انفلونزا موسميه حتى نؤكد او نتاكد من خلال الفحص انها H1N1 انفلونزا الخنازير او انها لا تزال في اطار. طيب ماذا عن الاستجابه والوقت الذي تحتاجونه لوصول هذه المساعدات وتلبيه طلباتكم من قبل الشركاء؟ لان هناك حاله وفاه. الجهود تبذل من قبل الوزارة، من قبل مكاتب الصحة في المحافظات والمديريات، من قبل الشركاء، أنا بمساعدة وزارة الصحة العامة والسكان. لذلك الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلد بشكل عام، نحن نخرج من جائحة إلى جائحة أخرى، في قبلها في الكوليرا ثم حمى الضنك وبعد الدفتيريا ومرة أخرى حمى الضنك وملاريا، واليوم شرف الإنفلونزا الموسمية. رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها، لكن الجهود مستمرة، والطواقم المكاتب الصحة والمستشفيات والإداريين والفنيين والمخبريين والتمريض، وكل يقوم بدور كبير جدا، الكل يعني ظل جندي مجهول، وهذه وظيفته وهذه مهمتنا أن نقوم بها في ظل الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلد. نحن بحاجة إلى كل القطاعات الأخرى تكون لجانب قطاع وزارة الصحة العامة والسكان، هناك قطاعات أخرى من المياه، من وزارة الأشغال، من الكهرباء، من السلطات المحلية، من صندوق النظافة ووزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، ووزارة الإعلام والإعلاميين، ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين، والكل إنه يكون هذه لابد تكون حلقة متكاملة تساعد وزارة الصحة العامة والسكان، لا أن يرمى كل الحمل فوق وزارة الصحة العامة والسكان وكوادرها، فلابد أن يكون هناك حلقة متكاملة، أن تكون فريق مشترك للجميع في مواجهة كل التحديات تواجه القطاع الصحي بشكل عام في محافظات الجمهورية. طيب تبقى معنا دكتور علي. أستاذ جمال، خطة الاستجابة العام الماضي في العام 2019، ما زلنا في العام في آخر أيامه، كانت بحوالي 4 مليار، ومع ذلك الأرقام في تدل على أنه الاحتياج أكبر للمساعدات والوضع الإنساني ما زال سيء. الآن تتحدث ربما عن 6 مليارات مرصودة لخطة الاستجابة 2020، أين يكمن الخلل؟ هل في النفقات التشغيلية أم هناك جوانب أخرى هي يعني باب للفساد، باب لذهاب المساعدات لغير مستحقيها؟ طبعا هي في عندما تحدث في خطة الاستجابة 2019، هي طبعا هي اول حاجه طبعا الميزانيه التشغيليه كبيره جدا، الى جانب كذلك لا توجد شفافيه في عمليه كشف حسابات اين تروح هذه المبالغ الماليه.
هذه العمليه اساسيه، يجب ان يكون في شفافيه حتى للقطاع العالي، القطاع للشعب وللناس بشكل عام. نحن عندما نتحدث عن مثلا عن اكثر مبلغ كبير يروح للبرنامج الغذاء العالمي، نجد ان في كثير من المحافظات عمليه المسحات يتموها. طبعا عندما يتحدثوا هم عن بيصلوا الى 12 مليون شخص في خطه الاستجابه 2019، كثير من المحافظات بيرفعوا لنا يعني بعض التظلمات ان لا يوصل لجميع الساكنين او المحتاجين. وهذه العمليه عندما يطالبوا في شركاء المنظمات الدوليه في عمليه ان رفع السقف بالنسبه للناس المحتاجين، هم يقولوا نحن عندنا حفاظات حسب المعايير، نحن نقدم لكم على حسب المعايير اللي عندنا. كذلك عندما العمليه كذلك المبالغ احيانا تصرف في اماكن لا تكون فعلا بحاجه، يعني قد يكون في بعض الاماكن تصرف في غير محلها، وفي بعض الاماكن يعني حتى نحن لما نتحدث هم لما بدات تقطع قطع الغذاء على في سوء التغذيه، لان عند بعض المانحين لم يشوفوا مبالغهم قطعوها على المواطنين، لا قطعوهم في الاشياء اللي هي ممكن تكون غير مضره للمواطن او غير مضره لسوء التغذيه او للابصار او بالشكل هذا. كذلك يعني يجب فيه لازم لا هو ضروري جدا النقل المكاتب الى عدن او من اجل الجلوس مع القريبه من الحكومه الشرعيه من اجل ترتيب وتنظيم عمل الانسان والغافي. هي طبعا كثير من الاشياء هي غايبه علينا. طبعا كذلك 80% من الغاثة توصل الى مينو حديده. نحن تحدثنا في 2017 فخامه الرئيس وتعليمات وتوجيه كذلك من رئيس اللجنه الغاثة، ووضع خطه العمل الغاثي ان لا يكون لا مركزيه في عمل الانسان والغاثي، ونستفيد تكون المحافظات الذي اقرب جغرافيا لخمس مراكز اغاثيه. هذا لو طبقوه هذا ممكن يكون يخفف بشكل كبير لكثير من المناطق التي مثلا تحدث عن يعني محافظه سعز واب وجزء، لو جابوها عن طريق محافظه عدن ستكون اقرب لهم ولن تتعرض في عمليه اي يعني اعاقات للوصول الى غاثة في محافظه سعز بحكم في الطريق من عدن الى سعز حوالي ساعتين ثلاث ساعات واربع ساعات، لكن لما تاتي من الحديده ومصنعه الى هناك مسافات كثيره تتعرض كثير من القرصنه وتتعرض احيانا كثير من العمل وعدم الوصول اليها. هي بالشكل الاخير هي لابد تكون في تعاون في شراكه حقيقيه وتنظيم عمل للغاثي مسؤولية الكل. هذا الشيء لأنه في الأخير هو تأتي لمعاناة الشعب اليمني وتأتي للتخفيف من معاناة الشعب اليمني. كذلك نتحدث عن دائما نتكلم عن النازحين. النازحين لحد الآن لا يوجد عندهم أماكن، توجد عندهم خيمات لكن خيم ليس مخيمات حقيقية، بحيث أن يكون فعلا يحافظ على كرامته، فيها الصحة، فيها الغذاء، فيها الترتيبات الأمنية، الحماية، هذه الأشياء كلها هذه هي مخطط الاستجابة، مطروح المبالغ بشكل كبير من أجل هؤلاء. فكيف نحن عندما نأتيهم بهذه الحالة يعيشون وهم أصلا في خطط الاستجابة أنهم ضمن خططهم وضمن الاستجابة. كذلك الأمراض، يعني عندما تحدث عن الأمراض اللي تفتك المواطنين فنحن دائما نعالج السبب، يعني نحن دائما نعالج الظاهرة لكن لا نعالج السبب، الإصحاح البيبي والمخلفات الصلدة وكذلك رفع المخلفات، هذه أشياء كثيرة يجب يكون فيها حوار، يكون فيها شفافية في التعامل مع الحكومة اليمنية، مع اللجنة الإغاثة، مع التخطيط، مع وزارة الصحة، مع كل العاملين في العمل الإنساني الغاثي. طيب أنقل هذه النقطة من أجل تفيد المواطن، يعني إذا كان نحن وجدنا في استفادة من المليارات السابقة لن تتم خطة استجابة القادمة بيكون توصل حالة اليمني لخطة الناس الأسوأ، كان نفترض تكون تتحسن الأحوال ليس تمشي الأسوأ. أشكرك جمال بلفقي المنسق العام للإغاثة كنت معنا من عدن. دكتور علي الوليدي، هل يفترض على الدعم الذي يقدم في المجال الصحي أن يعالج الأسباب لا الأعراض كما يقول الأستاذ جمال بلفقي؟ طبعا فيما يتعلق السبب الرئيسي نحن الذي واجهنا اليوم هو ما يتعلق بقطاع الوش، قطاع المياه، إشكالية كبيرة وتحدي تواجه القطاع الصحي فيما يتعلق بقطاع المياه وكذلك الصرف الصحي. وتحدثنا مع شركائنا من منظمة الطفولة اليونسف لأنه ماخذين هذا القطاع
من دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتحدث مع أشقائنا في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدعم الذي يروح لإقطاع الوش. يجب أن يكون تنسيق بين وزارة الصحة العامة والسكان والأخوان في وزارة المياه والبيئة من أجل نرى الدعم السخي الذي يروح في هذا الاتجاه، يكون تنسيق وترتيب لتفادي التحديات والمشاكل التي تأتينا من قطاع المياه. دعم سخي يروح لمؤسسات محلية، مؤسسات دولية، منظمات أخرى لا نعلم عنها شيء ولا يكون هناك أي تنسيق. لكن نحن في القطاع الصحي بدأنا مؤخرا مع شركائنا من منظمة الصحة العالمية وغيرها من الشركاء إنه إذا في أي ترتيب يكون عبر وزارة الصحة العامة والسكان وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتمشي على هذا السيستم، نعرف المؤسسات اللي تدعمها ونعرف الشركاء اللي بيشتغلوا معكم. فبدأنا على هذا الأساس. قطاعات أخرى شريكة مع وزارة الصحة العامة والسكان أيضا هناك في جاب كبير فيها، لكن أمل إن شاء الله في العام 2020 يكون هناك ترتيب وتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع اللجنة العليا للإغاثة، أيضا مع شركائنا مع الوزارات الأخرى التي تعمل بالشراكة مع وزارة الصحة العامة والسكان في تفادي كثير من التحديات التي تواجه القطاع الصحي في بعض الفجوات التي تأتي من قطاعات أخرى. أشكرك جزيلا دكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة، شكرا لك. وفي الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم ماهر أبو.